انتقالتنا القادمة مشاهدي الكرام من استوديو البرنامج إلى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حيث الزميل العزيز من هناك أحمد بن محمد المعمري ينقل لنا تفاصيل موضوع فعالية حوار اليافعين. هذه الفعالية التي تأتي بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية، التفاصيل وغيرها مع الزميل أحمد. فصباحات الخير لك يا أحمد وإليك الكلمة. كل التحية لك سيف، وأيضا تحية لكل المشاهدين الكرام، وتحية لزملائنا هناك في الاستوديو، وتحديدا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. نأخذكم في هذه الجولة مشاهدين الكرام. حوار اليافعين وهو أحد الفعاليات المصاحبة لاحتفال وزارة التنمية الاجتماعية بيوم المرأة العمانية، والتي تستمر هذه الفعاليات من اليوم وحتى يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. حوار اليافعين هذا اليوم هذه المرة حمل التنشئة التربوية السليمة لليافعين ودور المرأة العمانية فيه. نتحدث عن هذا الحوار وأهمية ما فيه، وأيضا الجلسات الحوارية اللي موجودة معنا، ومعانا نورة بنت حمد الصبحية وهي أخصائية بحوث ودراسات أول بوزارة التنمية الاجتماعية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معكم نورة الصبحي. أولا دكتور أشكركم على هذه الاستضافة، ونحن نعيش أجواء حقيقة استثنائية بمناسبة يوم المرأة العمانية، وهو اليوم الرائد والحيوي في حياة كل امرأة سواء كان داخل السلطنة وهي وخارجها. وما وجود هذه الندوة وهذه الفعالية إلا تحقيقا لمساندة المرأة في هذا الدور. جميل جدا هذه الاحتفائية وأيضا هذه الانطلاقة الجميلة لفعاليات يوم المرأة العمانية. خلينا ندخل في حوار اليافعين، ولماذا تم يعني اختيار هذه الفئة أيضا في هذا الحوار الجميل الذي أيضا نراه خلفنا هنا في الشاشة؟ نعم، حوار اليافعين هي من الفئات الهامة، وليدرك المستمع والمشاهد من هو اليافع الذين يقعون في الفئة العمرية من السن 16 من العمر والثامنة عشر من العمر وما فوق، وهي طبعا فئة ممثلة في مؤسسات التعليم المدرسية العالية ومؤسسات التعليم العالي. وطبعا هذه الفئة أهميتها خاضت مراحل التنشئة الأسرية التي قامت بها المرأة في خضم الأسرة على مراحل تنشئة مختلفة، إذا خاضت المران وخاضت أساليب التنشئة ليكون لها دور ناطق. كيف كانت أساليب التنشئة التي خاضتها في الأسر؟ ما هي مرئياتهم للقادم لأدوار المرأة؟ وخاصة دكتور نرى أن الحياة متسارعة، وما يؤثر على التربية أيضا أدوار خفية وأبرزها شبكات التواصل الاجتماعي والتي تمثل المحور الثاني من الندوة، وقد كانت تمثل هاجس حقيقي لولي الأمر بفعل الفجوة الفارقة بين الأجيال وبين المربين. وما وجود هذا المحور حتى تكون شبكات التواصل الاجتماعي جزء من التربية الإيجابية، كيف تربي الأسرة هذا الابن اليافع بوجود شبكات التواصل الاجتماعي مع وجود أجيال مقبلة شئنا أن أبينا لهذه الشبكات حتى تضمن لهم الحماية الآمنة. أيضا من الجميل أستاذة نورة لاحظنا أنكم أنتم مركزين على فئة شباب الجامعيين، وأيضا حضورهم لافت خاصة في المحورين اللي ذكرتيهم. كيف تم انتقاء هذه الفئة، وأيضا ما هي الأهداف والطموح المرجوة من بعد هذا اللقاء؟ نعم طبعا الشباب الجامعيين هم يمثلون أحد الفئات اليافعة التي مرت بمراحل التنشئة. طبعا هذا الشاب خاض المران في التنشئة ولقوا مرئيات ما هي أدوار المرأة القادمة والمتوقعة من المرأة العمانية التي تنعكس على أساليب التنشئة الاجتماعية. لم نعد نعتاد على الأدوار النمطية، المرأة بحاجة لأدوار تواكب المتغيرات التي تصاحبها أثناء التنشئة. طبعا الشباب الجامعي هو سيكون باني لأسرة، باني لعمان، باني لطموحات في مؤسسة تعليمية، له من الوسائل التي يستخدمها من شبكات التواصل الاجتماعي، له من الأدوار والرؤى والمقترحات التي سيقدمها للمرأة المساندة، الأم، الأخت، المعلمة في الجامعة، المرأة في جميع المؤسسات. وعندما نأخذ بأدوار هذه الفئات الشابة الفتية نحن في شراك في القرار والرأي، ونضمن أن هذه البرامج فعلا ستكون
ناجحة لأنها نبعت من هؤلاء الذين خاضوا التجربة والذين لهم رؤية مستقبلية واضحة. طبعا الفئات اليافعة تم اختيارهم بانتقاء ممثلين لمؤسسات التعليم العالي سواء كان من فئات الذكور أو الإناث. شكرا جزيلا لك أستاذة نورة، والله يوفقكم إن شاء الله في هذا اللقاء. شكرا دكتور، وهذا يعني نحن سعيدين بهذا اللقاء ويدل على الشراكة الحقيقية لدعم المرأة. شكرا. إذن مشاهدينا هذه كانت وقفتنا هنا اليوم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وأذكر أن في هذا المكان أيضا هناك معرض نساء عمان الذي يشتمل على فئتين، فئة الفنون التشكيلية وأيضا فئة تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وغدا أيضا تنطلق فعاليات منتدى المرأة العمانية الذي يستمر على مدى يومين، ونعود هناك إلى زملائنا في الاستوديو. الزميل العزيز أحمد بن محمد المعمري، شكرا لك وشكرا أيضا على هذه التغطية الكريمة، وشكرا أيضا لضيفتك. كان الحديث حول حوار اليافعين من تنظيم وزارة التنمية الاجتماعية وتحديدا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.